بعد محاولات عديدة من العالم بأكمله للقضاء على الإرهاب والتطرف لم يجدوا حلا سوى إصلاح العقول أولا وإنهاء الفكر المتطرف، لذا انطلق المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف تحت عنوان التطرف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة في مساع لإنهاء الفكر المتطرف. الانطلاق لمركز سلام وهو مركز متخصص يعنى بدراسة وبحث قضايا التطرف أيا كان مصدره أيا كانت اتجاهاته، ويبحث كذلك في طرق العلاج ووضع استراتيجيات كبيرة تقي ليس مصر فقط بل تقي العالم كله من ويلات هذه الحرب الشرسة التي أثرت على كافة المستويات. المؤتمر فرصة كويسة لتبادل الآراء والمناقشات وتبادل الخبرات ما بين الحاضرين والأعضاء والناس اللي جايين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي لنقل التجربة إلى بلادهم. المؤتمر أوضح ضرورة تكاتف جميع الدول وتبادل الرؤى المختلفة على المستويات الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية، كما أنه يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في إطار مكافحة التطرف والتشدد وتبادل خبرات التجارب الدولية في هذا الشأن. الحضور كثيف من 45 دولة في هذا المحفل الكبير، نأمل أن تتاح فرصة لعرض التجارب للخروج بخطة عمل. القضية ليست مؤتمر وسينتهي، نحن حريصون على أن يكون هناك خطة عمل وتنسيقية مشتركة لمواصلة الجهود، حيث أن يعني الجهد الفكري هو جهد يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى جهد كبير. المنصة الكبرى التي أطلقناها أو نطلقها إن شاء الله في مناسبة هذا المؤتمر تعتبر أكبر منصة في العالم لمواجهة التطرف. جمعنا أبجديات التطرف، حللنا خطاباته، استطعنا أن نصل إلى كشف كل الشبهات التي فيه، صححنا المفاهيم. ما معنى كلمة الجهاد؟ الجهاد استخدمت استخداما خاطئا، وإلا فمعناها في الإسلام بذل الوسع في تصحيح صورة الإسلام وفي الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يعد هذا المؤتمر أكبر تجمعا للمتخصصين في مجال التطرف مما يحضر ممثلون عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية، وهذا لأهمية التوقيت الذي ينعقد فيه المؤتمر بالنسبة للعالم. بعد سنوات طويلة من محاولة لمواجهة الإرهاب أمنيا، أيقن العالم أن الفكر المتطرف لا سبيل لمواجهته إلا بالفكر. من هنا جاءت أهمية هذا المؤتمر الذي يسعى لمواجهة التطرف فكريا قبل مواجهته أمنيا. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.